صباح الخير لكم مشاهدينا. موسيقى بتذكرنا بالصيف او بتحضرنا لصيف لبنان يلي بلش. اكيد الطقس خلينا دغري ننتبه قد ايه صرنا فعلا محمسين لموسم البحر، لموسم السهر، لموسم الروف توبس يلي كمان عم بيزيدوا بلبنان. رح نحكي اليوم عن هالموضوع بالذات بفقره ماي رايتس مع السيد بيير الاشقر رئيس اتحاد النائبات السياحيه بلبنان لحتى يخبرنا اكثر شو التوقعات لصيف 2019 بلبنان بالرغم من كل المشاكل، بالرغم من كل المناكفات يلي عم بتصير. اكيد دائما اراده اللبنانيه اقوى من كل شيء، ودائما اراده اللبنانيه بتخليهم يحبوا الحياه اكثر، يستقطبوا السواح المغتربين من الخارج اللي دائما بنتمنى انه يكونوا على طول معنا. اكيد اليوم رح نحكي عن هالموضوع بالاضافه لمواضيع كثيره خلال حلقتنا. كل الايفنتس يلي رح بيكونوا على الموعد بنحكي عنهم، فقراتنا الثابته لنهار السبت، نيتشر رح بيحكينا عن تنظيف الشواطئ اللبنانيه كمان تحضيرا للصيف، كل المبادرات الفرديه، كل مبادرات الجمعيات الاهليه يعني عم بتكون عم بتساعد لحتى نحسن بحرنا، نحسن واجهه لبنان، وهيدا هو المطلوب بفتكر. اليوم المطلوب من كل شخص هو يشتغل على التحسين، مش بس ننطر انه يجونا الحلول من الدولة او من الجهات الرسمية. ما رح طول حكي كثير عليكم، اكيد بي بوزيتيف اليوم فقرة رح تعطيكم كثير امل وكثير فرح مع شخص مميز جدا، ما رح اقول اكثر من هيك. وبي وول اوف فيم الكبير اسعد رشدان رح بيكون على الموعد نحكي عن كواليس مسلسل انت مين وكل تحضيراته وكل جديده. خليكم معنا، بلشنا. Stop, don't you move so fast.